يقول السائل: ما هي شروط استجابة الدعاء، وكيف أوافق ساعد الاستجابة يوم الجمعة، وما هي أوقاتها وشروط استجابة الدعاء فيها؟ شروط إجابة الدعاء: الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله، وأكل الحلال، يعني يكون مطعمكم البسك ومشربك من الحلال، ويوم الجمعة كله يحتمل ساعة الإجابة. لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت من أول النهار أو من وسطها أو من آخره، فتجتهد بالدعاء في كل اليوم لتحصل على وقت الإجابة. لكن العلماء بعضهم يحدد أنها عند دخول الإمام، عند دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة، يقول هذه ساعة الإجابة. ومنهم من يقول إنها آخر ساعة من النهار قبل غروب الشمس، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. وعلى كل حال، إذا دعوت في كل اليوم تكون قد حصلت على ساعة الإجابة بيقين. أما إذا خصصت وقتا من اليوم فلا ندري، ربما تصادفها وربما لا تصادفها. نعم.